بسم الله الرحمن الرحيم. Grade 7 Math First Term Unit 1 Lesson 1 Set of Rational Numbers. خدنا الـ Set of Numbers دي كتير قبل كده في السنين اللي فاتت. في Grade 1 كان عندنا حاجة اسمها Counting Number، كانت بتبتدي بكام؟ لما أجي أعد على صوابعي 1 2 3 4 وهكذا. بعد كده في Grade 3 أخدنا الـ Even Number and Odd Number. Even number starting by 0, 2, 4, 6. Odd number starting by 1, 3, 5, 7, 9 وهكذا. في grade 4 خدنا حاجة اسمها prime number. Prime number دي اللي هي ليها 2 factor بس، يعني كام multiply كام يديني 3، 1 multiply 3. في حاجة تانية لا، دول 2 factor يبقى ده prime number. زي مين؟ ال 2 3 5 7 11 13 17 19 وهكذا. في جريد 5 خدنا الناتشرال نمبر. ناتشرال نمبر ستارتنج باي 0 1 2 3 4 5 وهكذا. في جريد 6 خدنا الانتجر نمبر، كان الزد، كان الزيرو في النص، وهنا 1 2 3 4 وهكذا، وهنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 وهكذا. السنه دي عندنا سيت جديده اسمها ايه؟ راشنال نمبر. ايه النمبرز تاني اللي احنا نسيناها في الموضوع دي؟ قال لي الفراكشن. فراكشن مش موجوده في اي سيت من السيتس دي، فقال خلاص نعمل لها حاجه جديده ونسميها ايه؟ راشنال نمبر. يعني ايه راشنال؟ في جريد 6 خدنا حاجه اسمها ريشيو. فاكرين الريشيو دي؟ كانت comparing between two quantities، يقول لي 2 to 3، كان ممكن يكتبها في الشكل ده 2 over 3. قال لي بس هو ده الشكل بتاع الراشنال نمبر. اي نمبر ينفع احطه في شكل فراكشن، 2 over 3 minus 3 over 5 9 over 11 2 over 7، كل دي راشنال نمبر. ماشي؟ عندي شرط واحد بس، ان الدينومينيتور ما يكونش بزيرو. يعني 5 over 0 لا، ده مش rational number، مفيش حاجة الدينومينيتور بتاعها 0. عرفنا لحد دلوقتي يعني ايه rational number؟ any number can written by fractional form، أي رقم أكتبه في شكل fraction ده يعتبر rational number. ماشي يا جينا، قولي لي كده example على rational number. 1 over 4 excellent. سندس. 1 over 2. سوبر، ماشي. سعيد أو سيد؟ 3 over 5. اسمك ايه؟ سعيد. ماشي يا سعيد، برافو عليك. 3 over 5. طيب يا سعيد عايزك تقول لي 9 كده، دي تعتبر راشنال ولا نوت راشنال؟ نوت راشنال. ليه؟ لا لا، ها آخر كلام. لا ماشي، ليه مش راشنال؟ عشان ما فيش ديمونيتور. برافو عليك، لأنها مش في شكل فراكشن. طيب حد تاني يقدر يقول لي طب ما ال 9 دي الدينومينيتور بتاعتها ب 1، مظبوط ولا لا يا سعيد؟ مظبوط. يبقى دي بقت راشنال نمبر ولا لا؟ ايوه. يبقى اي انتجر نمبر، ناتشرال نمبر، ايفن نمبر، اود نمبر، كل دول يعتبروا برضو ايه؟ راشنال نمبر. يعني الراشنال نمبر دي برضو حاطه جواها مين؟ الانتجر والناتشرال والايفن والاود والكاونتنج، وكل دول برضو ينفع يكونوا راشنال نمبر. ماشي يا هاجر. مستر هو حضرتك هو بادئين من بدري يعني عشان لسه داخله، ف ماشي احنا لسه بادئين. حضرتك تلخص بس اللي حضرتك قلته. ماشي، انا قلت حاجه واحده بس، ان السيت اوف راشنال نمبر دي اي نمبر ينفع احطه في شكل فراكشن كده، ده بسميه راشنال نمبر. ماشي، يعني راشنال نمبر اي فريكشن، اي فريكشن صح؟
أي نمبر يمكن ينفع يكون في صورة فراكشن. أوكي. فكنت بسأل سعيد دلوقتي قلت له طب 9 هل دي راشنال نمبر ولا راشنال نمبر؟ لا. لأنها مش في صورة فراكشن، لما حطينا لها 1 بقت فراكشن، يبقى كده يعني راشنال نمبر. برافو عليك، يبقى ينفع كل الراشنال نمبر انها تكون انتجر نمبر زي 3 2 نيجاتيف 1، كل ده ينفع برضو يكون راشنال نمبر. ليه؟ لان الدينومينيتور بتاعه برضو 1. يا رواء، شو اسمك؟ رواء ولا روان؟ روان ولا رواء؟ انت اللي فاتحه المايك، اسمك ايه؟ محمد. اسمك محمد؟ ايوه. ماشي، انت جريد 4 يا محمد صح؟ لا جريد 5. ماشي يا محمد، احنا جريد 7 دلوقتي. ماشي؟ ماشي. ماشي يا حبيبي. يبقى هي دي الديفينيشن بتاع الايه؟ راشنال نمبر، اي نمبر ينفع احطه في شكل فراكشن، بس الدينومينيتور اهم حاجه ما يكونش بزيرو يا هاجر، هو ده الشرط الوحيد. خلاص؟ طيب تمام يا مستر. الزيرو، هل الزيرو ده راشنال نمبر ولا لا؟ لا. ليه؟ ان هو الزيرو ما ينفعش يكون راشنال نمبر، ما هوش فراكشن. انا حطيت له وانا اهو، ينفع كده؟ لا. ليه؟ زيرو اوفر 1 هي زيرو صح؟ صح. يبقى برضو يعني الزيرو ده يعتبر راشنال. برافو عليكي، صح. يبقى كل الانتجر نمبر والناتشرال نمبر والفراكشن نمبر كله، كل ده يعتبر ايه؟ راشنال نمبر. راشنال نمبر. ماشي، يبقى الراشنال نمبر دي اي نمبر ينفع احطه في شكل فراكشن، اهم حاجه الدينومينيتور ما ينفعش يكون زيرو، لكن فوق زيرو ما فيهاش مشكله. ماشي، ده الماثيماتيكال ديفينيشن بتاعتها اهو. Definition of the rational number: it's a number that can be expressed in the form a over b, where a and b are integer. يعني a and b دي اي نمبر، positive negative اي نمبر، بس ال b دي ما ينفعش تكون كام؟ زيرو. خلاص كده، ده definition بتاع rational number. مين لسه مش فاهم؟ ماشي، اكمل النقطه اللي بعد كده. ايوه بس. ماشي، ده ازاي اعمل اكسبريسنج عن الراشنال نمبر بشكل ست، ده سيت اوف راشنال نمبر اللي هي بيسميها كيو. كيو دي اللي هي راشنال نمبر. بيقول لي اكس هي عباره عن اكس، which اكس equal a over b، يعني اكس دي اي نمبر a over b، which a belong to integer وال b برضو belong to integer، لكن الشرط بتاعي ان ال b اللي هو denominator not equal zero. ماشي، طب حد يعرف ليه not equal zero؟ ايه المشكلة 5 over zero؟ يعني ايه المشكلة في النمبر ده؟ هو ال zero ما ينفعش يجي في ال denominator، لو جه في ال denominator ما ينفعش نقول عليه rational number. ايوه، ليه بقى؟ ليه ال zero فيه مشكلة في ال denominator؟ ما هو فوق اهوت عادي، يعني 0 اوفر 5 دي عادي راشنال نمبر، لكن 5 اوفر 0 لا مش راشنال. ايه المشكله في الدينومينيتور؟ حد يعرف؟ طيب هي دي تعتبر ديفيجن، ماشي، يعني دي 5 ديفايدد 0 وهنا 0 ديفايدد 5. احنا موجودين هنا في الروم مثلا حوالي ايه 5 اور 6 بيرسون، اقدر ادي لكل واحد فينا 0 ولا ما اقدرش؟ لا اقدر عادي، ما هو الزيرو ده مش حاجه، معناه ان انا ايه مش هديكوا حاجه. صحيتوا الصبح انت واخواتك قلتوا لبابا عايزين مصروف، قال لكم اجازه مفيش مصروف النهارده، كل واحده تاخد زيرو، دي فيها مشكله؟ لا عادي، كل واحد ياخد زيرو، مقبوله ماثيماتيكالي ما فيهاش مشكله. لكن انا معايا 5 باوند مثلا، معايا 5 جنيه، ينفع اديهم لزيرو ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ما هو زيرو ده مش حد، كأني لو رميتها في الهواء كده ما تنفعش برضه، لازم حد ياخدها. فما ينفعش ابدا اعمل ايه الدينومينيتور يكون زيرو. طيب
الكيو او الراشنال نمبر دي ينفع يكون ليها اشكال مختلفه ماشي. يعني مثلا ينفع في شكل البوينت او ال شكل الايه البوينت البوينت او الديسيمال نمبر صح برافو عليك. يعني مثلا 5 اوفر 10 دي راشنال نمبر ينفع اكتبها كده 0.5 دي هي دي خلاص. يبقى الديسيمال نمبر هو ده برضو شكل من اشكال الايه الراشنال نمبر ماشي. ليه؟ لان اي ديسيمال نمبر ينفع احطه في شكل فراكشن. يعني 0.11 ينفع يا هاجر تحطيها في شكل فراكشن والله صعب؟ لا مش. طيب جينا تعرفي تحطي ده في شكل فراكشن؟ هتبقى 11 over 10. ايوه 11 over مش 10 100 يا مستر. 100 excellent يا جين. ليه؟ لان الديسمال بوينت بعد 2 number ماشي. طب 1.7 يا سندس. 1.7 هتطلع 10 هتكون 17 over 10 صح كده؟ صح يا مستر. ماشي. يبقى اي ديسيمال نمبر ينفع احوله لشكل فراكشن. اذا اي ديسيمال نمبر برضه ينفع يكون ايه راشنال نمبر. طيب ممكن شكل تاني اللي هو ايه البرسنتج 17% معنى البرسنتج ايه لو تفتكروا من جريد 6 البرسنتج دي فراكشن بس الدينومينيتور بتاعتها 100 يعني يقول لي 17 over 100 هي دي 17% ماشي. طب 125% معناه ايه؟ معناه 125 يبقى 125 over 100 excellent. يبقى دي برضه في شكل فراكشن يبقى ينفع تكون راشنال نمبر مظبوط كده. يبقى انا خدت ثلاث اشكال للراشنال نمبر ان هو ينفع يكون فراكشن او ديسيمال نمبر او ديسيمال نمبر او بيرسنت او بيرسنتج ماشي كده. طيب سؤال بقى اللي هو بيجي دايما في الامتحان ايه يا سعيد؟ ان هو يجي يجيب لي راشنال نمبر معين زي اكزامبل 1 ده يقول لي 3 over 2x ده يقول لي ده الاكس ده انتجر write the required condition to make each of the following rational number. يعني انا عايز اخلي ده rational number الاكس دي ممكن تكون اي number ما عدا حاجه واحده بس ايه هي يا سعيد تعرف؟ زيرو. برافو عليك. ليه؟ لان لما احط الاكس 0 هيبقى 2 multiply 0 ب 0 يبقى ده مش هيبقى راشنال نمبر لان عندي شرط واضح قاله لي ان استحاله يكون الدينومينيتور ب 0 فانا بقول له لازم ان الاكس ده ايه not equal 0 ماشي. طيب هاجر ده 7 over x minus 3 الاكس ده ينفع يكون باي نمبر ما عدا نمبر معين ايه هو؟ الاكس الاكس مش هتكون 3 ان هو لو كانت 3 لو هنعمل 3 ماينس 3 فهتبقى 0 واحنا قلنا في الاول ان ما ينفعش الديمونيتور تيجي 0. برافو عليك صح يا هاجر ممتاز. يبقى عندي الشرط ده عشان ده يكون راشنال نمبر ببص للدينومينيتور ماليش دعوه بالنومريتور فيه ايه اهم حاجه الدينومينيتور بتاعي ما يكونش بكام بزيرو. طيب هنا بيقول لي if the rational number ده equal zero يعني بيقول لي ده راشنال نمبر وهيطلع في الاخر بزيرو معنى كده ايه ان انا ماليش دعوه بالدينومينيتور ليه دعوه بمين بالنومريتور لان زيرو اوفر اي حاجه بزيرو فلما يقول لي ان ده ايكوال زيرو ابص لمين للنوموريتور اللي فوق لو قال لي ان ده راشنال نمبر ابص للي تحت لو قال لي ان هو ايكوال زيرو ابص لمين
للي فوق، ايه اللي يخلي الاكس ماينس 3 دي ايكوال 0؟ قولي يا جين. 3 ماينس 3. ممتاز، يعني الاكس دي لو هي ايكوال 3 اذا ده بزيرو، يبقى انا هنا عندي حالتين، يا اما يقول لي ان ده راشنال نمبر فانا ابص على مين؟ على الدينومينيتور، يا اما يقول لي ان هو ايكوال 0 يبقى انا ابص على مين؟ على النوميريتور. في حد ما لقطهاش لسه؟ هو لو قال لي ان ده راشنال نمبر بشرط يبقى انا ابص على الدينومينيتور، لو قال لي ان ده ايكوال 0 بشرط يبقى انا ابص على مين؟ على النوميريتور اللي فوق. طيب اول واحده يا سندس قال لي ان 5 اوفر اكس ماينس 3 ان دي راشنال نمبر بس الاكس نوت ايكوال كام، فانا بصيت على الدينومينيتور صح؟ صح. طيب هنا هنا هتبقى الاكس بكام؟ 4. اكسلنت صح. طيب سعيد هنا زيرو. زيرو. محمد انت لسه معانا يا محمد صح؟ ايوه استاذ. ماشي، تعرف تحل دي؟ الاكس بكام؟ 20. 20. ماشي، شكلك مش مركز في الحصه. ماشي يا محمد. اسمع جينا بقى تقول لك ايه. ايوه يا مستر. هنا 20 اكس دي يبقى الاكس بكام؟ زيرو. زيرو. اكسلنت. هاجر اللي تحت ده اكس الراشنال نمبر هيطلع بزيرو. يعني هنركز على اللي فوق النوميريتور. بالظبط كده، فهو قال لي اللي فوق ده ان اكس ايكوال تو. طيب والنوميريتور اللي هنا هتبقى 6 ماينس 6. ممتاز، يعني الاكس ايكوال 6. يعني 6. ماشي برافو عليك. سندس ايه اللي يخلي ده ايكوال زيرو؟ ان الاكس تكون بكام؟ هي دي اسمها ايه مستر؟ معلش. دي اللي هي اللي فوق دي؟ لا اللي دي ماينس. اه 2 ماينس. ماشي، احنا بنقول 2 ماينس امتى؟ لو هي x بلس 2 او 2 بلس x، لكن لو هما ملتبلاي بعض كده بقول 2 ملتبلاي كام يديني 0؟ 0. 0. برافو عليك صح. ماشي اخر واحده يا سعيد 2x ماينس 4 دي هعملها ازاي؟ برافو عليك صح. 2 ملتبلاي 2. برافو عليك، على الاكس هنا ايكوال كام؟ 2. ماشي ماشي، ده سؤال بيجي كتير في الامتحان على الراشنال نمبر. والجزء الثاني في الدرس خدنا الديفرنت فورمز اوف راشنال نمبر، قال لي اول حاجه ان ممكن مثلا يكون 1 اوفر 2، ممكن يكون فراكشن برضو زيه بس ايه اكبر منه. ازاي؟ اعمل مثلا ملتبلاي 3 فوق وتحت، يبقى 3 ملتبلاي 1 3 و 3 ملتبلاي 2 6، يبقى 1 اوفر 2 هي 3 اوفر 6 بس كبرته يعني. ماشي، دي حاجه في جريد 4 اسمها ايكوفالنت فراكشن. طيب مستر ممكن ايه تعيدها لي تاني؟ ماشي، في شكل معين عندي اي فراكشن او 2 اوفر 7 مثلا، في فراكشن مكافئ ليه يكون فراكشن برضه؟ قال اه ممكن يا اما اكبره يا اما اصغره. ازاي؟ لو اكبره اعمل له ملتبلاي فوق وتحت، اعمل ملتبلاي كام؟ اي نمبر ما عدا ال1. ماشي، لان ال1 هيخليه زي ما هو، فممكن ملتبلاي 5 مثلا.
يعني مثلا احنا هنجيب للفراكشن ده زي other forms لي صح؟ ايوه بس يكون فراكشن برضو. اوكي ماشي. انا ممكن اعملها في شكل ايه؟ بيتزا مثلا، بيتزاهي. انا معايا، انا نصيبي منها كام؟ هاف مثلا. خلاص الهاف ده مش هو هو تو كوارتر صح؟ طيب انا بدل ما اقعد مقسم بيتزا وبتاع، بقوم ايه عامل ملتبلاي فوق وتحت في نفس النمبر وخلاص. ماشي، يعني التو كوارتر دول هم الهاف اللي فوق ده، 2 اوفر 4. فبيقول لي ال 1 اوفر 2 هو 2 اوفر 4 نفس الفاليو، فخلاص ده يعتبر شكل مكافئ للهاف اللي هو 2 اوفر 4. ممكن واحد يخليه 4 اوفر 8 مثلا، يعني 4 اوفر 8. ممكن واحد يخليه 10 اوفر 20. كل ديت نفس الفورم اللي هي مين؟ الهاف. دي اول فورم، يعني انا ما رضيتش اقولها لكم في الاول لان اعتبرتها سهله، يعني زي جريد فور كده. الشكل الثاني اللي هو ديسيمال، ديسيمال نمبر. ماشي، والشكل الثالث اللي هو بيرسنتج. خلاص عارفين علامه الابسوليوت فاليو دي ولا لا؟ اه يا مستر. دي معناها ايه؟ لازم ال دي بتشيل النيجاتيف، يعني بتشيل النيجاتيف. بتخليه بوزيتيف. اي نمبر من نيجاتيف حطيت له بره دول بتحوله لبوزيتيف نمبر. يعني معناه اللي هو اي رقم لو في رقم مثلا محطوط جواها النيجاتيف هي بتطلع على طول بوزيتيف دايما. بالظبط كده. ماشي، هو في اصله نيجاتيف لكن انا بحط لها ابسولوت فاليو. دول بيستخدموها برامج المحاسبه لما بيبقى في خصم مثلا على مرتب واحد، فالكمبيوتر ما بيفهمش قوي الماينس، فبيحط له ابسولوت فاليو عشان يقدر يكمل حساباته عادي، وبعد كده يبقى يقصهم من المرتب حاجه زي كده يعني. ماشي اوكي. وقلنا في شكل اللي هو الايه؟ الديسيمال نمبر، وفي شكل تاني اللي هو البرسنتج. خلاص، طيب في اخر شكل بقى للراشنال نمبر واخر جزئيه في الدرس، حاجه اسمها ايه؟ ريكويرنج ديسيمال. يعني ايه ريكويرنج ديسيمال؟ يعني يقول لي مثلا 1 اوفر 3 لو انا كتبتها على الكالكوليتر. ثانيه واحده اجيب لكم الكالكوليتر. ماشي، كله شايف الكالكوليتر. 1 divided 3 ده الفراكشن. لو عملت له ستاندرد تو ديسيمال كده، لو انا عايز اكتبه في شكل ديسيمال، هل بيبقى عامل ازاي؟ 0.33333 صح؟ ده في جريد 4 كنت كل ما اكتب الاقيه بيروح عامل كده معايا. طيب في جريد 7 قال لي ده يعتبر ايه؟ معايا تبع الراشنال نمبر برضه. ماشي اوكي. طيب ده اكتبه في شكل ازاي عشان يبقى ايه ريكوايرنج ديسيمال؟ بشوف الحاجه دي 0.3. ماشي 0.3 ده برضو جريد 4. طب في جريد 7 لازم احط له نقطه فوق كده. دي معناها ايه؟ ان نمبر 3 ده متكرر كتير، يفضل يتكرر 3 3 3 3 3، هو ده يفهمها يعني. خلاص، طيب لو كتبت 2 over 3 0.6666 برضه نفس الايه الموضوع، اعمله 0.67 وال6 دي احط فيها ايه؟ نقطة كده.
هو هيفهم يعني كده ايه؟ الرقم اللي بيتعاد، الرقم اللي بيتعاد بنحط عليه نقطة، صح؟ ايوه برافو عليك صح ماشي كده. طيب 2 over 11 0.18 18 18 18 يبقى انا هعمل على الايه؟ على ال 1 دوت وال على الوان والايه، واعمله واكتبهم مره واحده بس، هو يفهم بقى ان هم ايه متكررين على طول. خلاص كده. خلاص. طب لو انا عايز ارجع في كلامي، يعني عايز 0.18 ده هو مديهولي وقال لي اكتب الفراكشن او الراشنال نمبر المكافئ لي، فانا مثلا لو كتبت 0.18 18 18 18 اربع مرات اهو وعملت ايكوال هيديني ديسيمال نمبر عادي ماشي. طب انا عشان اوصل للراشنال نمبر لازم اكتبها كتير، افضل اعيدها كتير اعيدها كتير كده، ادتني الايه 2 اوفر 11 الراشنال نمبر بتاعي ماشي. أعيدها كم مرة يا مستر؟ يعني املى الشاشة أوكي ماشي بتاعت الكالكوليتر. ماشي. طيب بيقول لي اهو 0.27 وعامل على 2 بوينت وال 7 بوينت، بيقول لي هات الراشنال نمبر المكافئ ليها، عايز ايه اوفر بي، اكتب له 0.27 27 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 بقول له مثلا ايكوال، لقيتها ما طلعتش معايا ارجع واكمل تاني ازود شويه لحد ما املى الشاشه كده، واقول له ايكوال برضو ما ايه ما عملتش معايا، افضل برضو ايه ازود. جت معايا ولا لا 3 اوفر 11 ماشي، يعني انا ما زهقش من التكرار ماشي تمام. كده. ماشي ده كان الدرس الاول وباقي معانا 5 دقايق ممكن نحل عليهم او نحل على الدرس، ولا زهقتوا ولا ايه؟ لا يا مستر ما زلناش نحل. جايين من الاجازه يعني كده جاهزين؟ أجازة إيه بس يا مستر؟ أجازة إيه؟ مكانتش أجازة أصلا ليه؟ مستر. أنا بدأت من شهر 6 أذاكر ماس وخلصت الكتاب، وبعد كده كنت عليا كورس ألماني، بعد كده حاجات كتيرة كده يعني، ما كانتش أجازة خالص. اه ما شاء الله ماشي. طب جاوبي بقى اول سؤال. تمام. H integer H integer is a rational number. Wrong. ماشي H integer is a rational number. الظاهر ان انتي ما خلصتيش الكتاب ولا حاجة. اي integer هل هو rational number؟ هي مثلا أنا عندي أول كتاب عندي بتحل ما في عنديش كتابك؟ الصح والغلط. أنا بحل في كتابي ما عنديش الـ true or false. اه طب ممكن تحلي هنا؟ طيب عشان تجي original number صح، عشان ممكن تحط أي حاجة over one. ماشي اكس هاجر Okay, each rational number is an integer. صح. ماشي أي rational number هو integer؟ لا بيكون fraction. أيوة برافو عليك، يعني دي wrong. طيب سعيد سعيد طيب سندس نعم حل لي question 3. Zero is
another a positive rational number nor a negative rational number. Zero دوت له positive ولا له negative؟ True. True, صح. جينا. If A, if A B is a rational number, then A not equal to zero. صح يا مستر؟ عشان بس الشاشة عندي. لا احنا قلنا المشكلة عندي فين؟ في بي. في بي. فهو بدل هين. فأكيد صح يعني. لا. لا ازاي مستر؟ مش هو بيقول لي ان المشكلة في البي؟ ايوه بيقول لي ان ده راشنال نمبر. يبقى اكيد A not equal zero. الكلام ده غلط، لازم اللي يهمني B هي اللي not equal zero. طب ما عايز ممكن تكون الـ A رقم تاني. ثانية مستر عشان في حد بيخبط على البيت. ماشي قولي يا هاجر. اوكي if A over B is a rational number that equals zero then A equals zero. يعني ده بزيرو لان الـ A ده بزيرو صح، لان انا ببص للنوميريتور. ماشي ان هو قال لي that equals zero. ماشي تاخدوا سكرين شوت لكويشن 2 3 و4 كده تشتغلوا بيهم في البيت، تعملوا لهم هوم ورك. ماشي نبعتهم لحضرتك في اه على three. الجروب ان شاء الله. كويشن 2 3 و4 ايوه. ماشي ماشي حد لي اي سؤال او استفسار؟ لا يا مستر شكرا. ماشي شكرا، لا مبسوط بالحصه بتاعتكم بصراحه. اشوفكم على خير ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير. جزاك مع السلامه. باي. مع السلامه.